في هذه اول حلقه من هذا البرنامج الرياضي الاسبوعي، لان هيرفي رونار لا يحترم الصحافه الوطنيه، لان من العيب هيرفي رونار يبدا يخاطب المغاربه ويعبر على الاختيارات ديالو للتشكيله ديال المنتخب المغربي من السنغال. واللي ما عجبنيش فيها هو استصغاره لمؤسسه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، استصغاره للموقع الرسمي للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.